تأمل إلى حال المسلمين لما تفرقوا وخرجوا على ولاة أمورهم وفارقوا الجماعة، ماذا حل بهم؟ كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ما يعلم في التاريخ قوم خرجوا على ولاة أمورهم إلا ازداد أمر المسلمين إلى شر وفتنة، كما حصل في شأن يزيد لما خرجوا عليه، وكما حصل في فتنة ابن الأشعث لما خرج على الحجاج. كم من دماء أريقت؟ ابن الأشعث خرج معه 33,000 فارس ومئة وعشرون ألف راجل خرجوا في هذه الفتنة على الحجاج، هذا في بداية الأمر. ثم أيضا اجتمع عليه الناس وحذرهم العلماء من هذا الأمر ومن الخروج، وحصل ما حصل من الفتنة العظيمة التي حلت بالمسلمين. تسفك الدماء، تنتهك الأعراض، تضيع الخيرات، يرتفع الأمن، يضاع الدين، ما يستطيع الإنسان يخرج لأن يصلي في المسجد كما يوجد في بعض البلاد المجاورة من حولنا. يجوع الإنسان ويخاف، ما يهنأ بشيء. فهذه النعمة التي نحن فيها الإخوة، والله نعمة عظيمة، نعمة عظيمة في بلادنا هذه. نسأل الله تعالى يديم علينا هذه النعمة.